السلام عليكم أحلى متابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. موعد مباراة توقيت قنوات الناقلة لا ليغا الإسبانية، موعد المباراة الأحد 5 فبراير على الساعة 9 ليلا، برشلونة ضد إشبيلية. موعد مباراة توقيت قنوات الناقلة لا ليغا الإسبانية يوم الأحد 5 فبراير على الساعة 9 ليلا، برشلونة ضد إشبيلية. وإذا عجبكم الفيديو بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. ترتيب الليغا الإسبانية، برشلونة في الرتبة الأولى، لعب 18 مقابلة الفرق 31 نقاط 47 نقطة. إشبيلية في الرتبة 13 لعب 19 مقابلة الفرق ناقص 5 نقاط 21 نقطة. الخوت إذا عجبكم الفيديو لا تنسوش ديروا لايك وضغطوا على زر الجرس، شاركوا في القناة، بارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب، وتفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخر باش هكاك أتعم الفائدة. وشكرا لكم أصدقائي ومع السلامة.